زيارة تفقدية قام بها وزير التعليم العالي والبحث والابتكار دافيد أودينغار إلى المركز الوطني للبحوث من أجل التنمية، وذلك لتفقد سير العمل في هذا المركز. وعقب وصوله تباحث الوزير مع المدير العام للمركز حول مختلف المشكلات التي تعيق سبيل تنفيذ أعمال المركز المتعلقة بالبحث ودراسة المشاريع العلمية، حيث زار الوزير الأقسام التابعة للمركز، من ضمن هذه الأقسام مكتبة الدراسات والأبحاث وصالة البحوث وصالة المهندسين العاملين بالمركز، كما زار قاعة الملتقطات الأثرية القديمة. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار أكد بأن الحكومة تعرف أهمية البحوث والأعمال التي يقوم بها المركز من أجل تنمية المعلومات. كالي سيكيدم مو موريني قال مايند موين سيكيدم دا نقول هذا كان مويال شيا اندم دا بس كالي كدم فوقا ويوم لغينا موين شيا دا غوفرمان لغي موين شيا دا كي ينتم كالي كونتيني ريشيرش انا. اما المدير العام للمركز الوطني للبحوث اشار الى ان هذا المركز ساهم في دعم البحوث المختلفه على الصعيد الوطني والدولي. جا عشان ينكوراجي انينا نمشي قدام نسو بالشغل الشيء عندنا ده ما نقعد بكان واحد عشان نمشي قدام نخدمه نسوي شغل مثل الأول سوينا ده. اختتم وزير التعليم العالي والبحث والابتكار زيارته بالحديقة التابعة للمركز. هذه الحديقة تحتوي على العديد من الأشجار والنباتات التي تستعمل في مجال الأدوية التقليدية وغيرها.